قال: من خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه. إذن هؤلاء هم قوم كما يقول الفقهاء لهم شوكة ومنعة، شوكة يعني سلاح، ومنعة يعني قوة وكثرة، بحيث يمتنعون ممن أرادهم، ويحتاج الإمام أن يجمع لهم جيشاً لإخماد فتنتهم. يريدون إزالة الإمام عن منصبه، واشترط الفقهاء رحمهم الله أن يكون لهم تأويل سائغ، وهذا يخرج من خرج فسقاً. مر معنا أن قطاع الطريق أيضاً خارجون على الإمام، لكن هل هم خارجون بتأويل؟ لا، إنما خرجوا طلباً للمال، وهذا خروج فسقاً. هؤلاء ليسوا بغاة ولا يعاملون معاملة البغاة، وإنما هم قطاع طريق. فالبغاة يخرجون بتأويل سائغ، يعني له مساغ في الاجتهاد، ولا يعني هذا أنه صواب، وإنما له مساغ في الاجتهاد.